حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، الحقيقة تفجير البحار يوم القيامة قضية فيزيائية يؤكدها علماء البحار اليوم، وقضية اشتعال هذه البحار أيضا. لماذا؟ انظروا أحبتي في الله، الحقيقة البحر عندما ننظر إليه نظنه هادئا، ولكن إذا نزلنا إلى أعماق المحيطات والبحار ماذا نرى أيها الأحبة؟ نرى مشهدا مختلفا تماما. هذا ما أظهرته لنا الصور والفيديوهات الملتقطة حديثا من قبل غواصات ومن قبل أجهزة خاصة تتحمل الضغوط الهائلة، تم إنزالها إلى أعماق تقريبا 5000 متر أو أكثر تحت سطح المحيط أو تحت سطح البحر، وتبين أن قيعان البحار ملتهبة حقيقة، يعني القشرة الأرضية التي تحت قاع البحر تكون رقيقة عادة، وغالبا ما تكون متصدعة وتخرج منها الحمم المنصهرة. يعني هذه الظاهرة أحبتي في الله أصبحت ظاهرة معروفة ويقينية، وكل البشر يعلمونها بالصوت والصورة، ليست غريبة يعني. فعندما نزل العلماء إلى أعماق المحيط الهادئ على عمق 11 كيلومتر وجدوا أن قاع المحيط فيه شقوق وتصدعات تخرج منها النار بشكل مستمر، وعلى الرغم من كثافة الماء وضغط الماء الهائل وغزارة الماء إلا أن الماء هذا ماء البحر لا يستطيع أن يطفئ هذه النار، وعلى الرغم من يعني خطورة وشدة الحرارة المتدفقة والنيران المتدفقة والحمم المنصهرة لافا المتدفقة من قيعان هذه البحار، أيضا لا تستطيع أن تبخر هذا الماء، سبحان الله. ولكن هذا المشهد أيها الأحبة سيتطور يوما ما، لنجد أن هذه التشققات ستزداد، وستزداد كمية الحمم المنصهرة التي تبلغ درجة حرارتها أكثر من 1000 درجة مئوية. نرى بأنها ستشعل هذا البحر، وعندما يشتعل البحر يوم القيامة كعلامة من علامات الساعة الكبرى أيها الأحبة، عندما يشتعل هذا البحر سيتبخر أو يتم تدمير ذرات الماء لتتحول إلى ذرات هيدروجين وأكسجين. نحن نعلم أن ذرة الماء تتألف من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين ملحومين مع بعض أو مربوطين برابطة كيميائية. الحقيقة عندما تتعرض هذه الذرات لدرجات حرارة عالية جدا تنفصل هذه الذرات وتشكل مزيجا غازيا من الهيدروجين والأكسجين. هذا المزيج يقول عنه العلماء إنه شديد الانفجار. يعني الآن لو جبنا لو أحضرنا جئنا بكمية من غاز الأكسجين وكمية من غاز الهيدروجين وضعناها وقمنا بإعطائها أي شرارة كهربائية أو شعلة مثلا درجة حرارة معينة نجد أنها تنفجر بشكل عنيف. لذلك سبحان الله البحار هذه من علامات يوم القيامة أنها ستسجر أي ستشتعل، وتتفكك هذه ذرات الماء هذه أو جزيئات الماء تتفكك إلى أكسجين وهيدروجين ويتشكل هذا المزيج شديد الانفجار، فتبدأ بالتفجر تبدأ بالانفجار. طيب سبحان الله، أنا لدي سورتين في القرآن، لدي سورتين في القرآن العظيم، سورة التكوير وسورة الانفطار، كلاهما
يتحدثان عن الساعة أو قيام الساعة. السورة الأولى نجد في بداياتها وإذا البحار سجرت أي اشتعلت. في السورة التي بعدها مباشرة نجد في أيضا في بدايتها وإذا البحار فجرت. سبحان الله، انظروا، سجرت أولا أي اشتعلت ثم فجرت، نفس الترتيب الذي سيحدث يوم القيامة. سبحان الله. طيب بالله عليكم، أنا أود أن أتساءل بالنسبة لحبيبكم عليه الصلاة والسلام، ما الذي يجعله يدخل في القضايا العلمية الدقيقة هذه؟ طيب ربما تكون معلومة خاطئة فيخسر دعوته. أنتم تقولون إنه أراد أن يصنع دينا لنفسه، والذي يريد أن يصنع دينا لنفسه يكون حذرا، لا يعني يعطي معلومة إذا كانت يخشى أن تكون خاطئة لا يقدمها. طيب من أين جاء بهذه المعلومات عليه الصلاة والسلام؟ كيف علم أن مراحل تفجير البحار، أن البحر يجب أن يشتعل أولا يسجر ثم يفجر، والتفجير لا يأتي إلا بعد الاشتعال؟ طبعا نحن نعلم هذا، حتى في أي انفجار يحدث على سطح الأرض يبدأ بشرارة هكذا ترفع درجة الحرارة لمستوى معين ثم يحدث الانفجار. طب كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه البحار سيأتي يوم وتسجر أي تشتعل، ليقول وإذا البحار سجرت، ثم في السورة التي بعدها وإذا البحار فجرت؟ من الذي أخبره بذلك؟ كيف علم نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا البحر في قاعه هناك تدفق للنار بشكل مستمر، وهناك تسجر واشتعال لهذا البحر في أعماقه، ليقسم لنا في آية ثانية يقول سبحانه وتعالى والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع؟ ربط بين اشتعال البحار وبين ماذا؟ عذاب الله. يعني أيها الإنسان، أنت ترى هذا البحر وهو يشتعل ويسجر، وترى أن القرآن أنبأك عن ذلك في زمن لم يكن أحد على وجه الأرض يعلم شيئا عن هذه الحقيقة في القرن السابع الميلادي، كانت كلها أساطير وخرافات، ثم تجد أن القرآن يحدثك عن هذه الظاهرة بكل دقة والبحر المسجور، ويحذرك من عذاب الله، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. طيب هذا الكلام هل يمكن أن يأتي بالمصادفة أو يأتي من قبل إنسان أو من قبل بشر؟ لابد أن يكون هذا الكلام جاء من الخالق عز وجل الذي يعلم السر وأخفى. قال تبارك وتعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. لذلك أحبتي في الله، والله كلما تأملنا آية من آيات القرآن لابد أن نزداد إعجابا بهذا القرآن وثقة بهذا الخالق العظيم، ونزداد إيمانا وتسليما بهذا القرآن، ونزداد حبا لمن أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شفيعا لنا يوم لقاء الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.